لو دلال يبقى لسه والسنة دي لسه خاصة وجبنا من طريقة ريقة للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج نيكا بأنتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المشاهدين متابعي قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم 100 طريقة للجمال. زي ما تعودنا مع حضراتكم في 100 طريقة للجمال بنقدم كل ما هو جديد في عالم الطب وبالتحديد الجمال. طريقتنا النهاردة من طرق الجمال مش جديدة بس تكملة لحلقات سابقة هنتكلم فيها النهاردة بشكل أوسع وبشكل يعني أكبر بكتير مع دكتور مميز النهاردة مشرفني، دكتور أحمد البكر خضر عضو هيئة التدريس بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر. برحب بحضرتك يا دكتور. زي حضرتك يا دكتور، منورني النهارده. زي ما قلنا في بدايه حلقتنا كده يعني موضوعنا مش جديد بس هيكون متميز النهارده مع دكتور طبعا متميز مشرفنا النهارده في الحلقه، وهي مراحل تجميل الاسنان. مراحل تجميل الاسنان طبعا ليها بتشمل حاجات كتير، بتشمل النهارده ازاله الجير، التلميع الطبيعي، ترقيع اللثه، ابتسامه هوليود اللي احنا بنسمع عنها النهارده. كل ده احنا عايزين نعرفه في البدايه، بس في البدايه كده عايزين نعرف ايه هي المراحل او تعريف بسيط عن تجميل الاسنان. والله يا استاذ اسلام اي حد في الدنيا عشان يوصل لمرحله من الجمال معين لازم انت لما تبص لحاجه لازم عينك ترتاح لها، فدايما العين بتحب تبص على حاجه جميله. فمثلا لما انت تيجي تتكلم مع حد وتبص لسنانه، لو انت بصيت لسنانه جميله فبتبقى سعيد ان سنانه جميله وانت مبسوط ان انت بتتكلم معاه. كذلك رائحه الفم لازم تكون فم رائحته جميله ما يكونش فيه اي مشاكل. كل ده بيوصلنا لطريق الجمال. احنا عشان نوصل للجمال لازم نكون في مراحل معينه بنوصل بها المريض بتاعنا ان هو يوصل لاسنانه جميله وكويسه ان شاء الله. اول مرحله من مراحل الجمال لازم اول حاجه ببص لها وده اهم نقطه من نقاط المراحل اللي هي ازاله الجير. ما ينفعش اطلاقا ان انا ابص للمريض بتاعي والاقي عندي في اللثه مثلا او على اسنان صبغات او جير لثوي باي شكل من الاشكال. فبنبدا اول خطوه من خطوات ان احنا بندخل المريض في برنامج اسمه برنامج جمال الاسنان. اول حاجه فبنشوف بنبدا تشخيصنا نقول والله انت عندك جير اسنان، فبنضطر اول حاجه نشيل جير الاسنان دوت عن طريق استخدامنا لاجهزه معينه. زمان كنا بنستخدم اجهزه يدويه، دلوقتي النهارده بقى في حاجه اسمها التراسونيك سكيلر او كافيترون يسمى بالكافيترون في عيادات الاسنان، دي بنقدر بيها نشيل الطبقات الجيريه ديت بموجات فوق صوتيه. طب وايه الاجهزه اليدويه اللي كنا بنستخدمها يا دكتور عشان اعرف بس المشاهد ان في فرق دلوقتي في تكنولوجيا احنا قدمنا وصلنا؟ زمان كان الدكاتره بيستخدموا حاجه اسمها سكيلر مانوال يدوي بيقوموا بيه بازاله الجير، بس ده كان فيه مشكله ان ساعات احيانا كان الدكاتره بيجرح اللثه او المريض بيعاني من مشاكل. دلوقتي الجهاز الجديد الالتراسونيك دوت بيبقى فيه عباره عن تب عباره فيها بتطلع موجات، الموجات ديت بقى مع الموجات دي بقى فيه ميه، الميه دي بتساعدني ان الحراره اللي بتنتج من الجهاز ديت من الجهاز بتقلل كتير جدا تاثير الحراره، فبيبقى وبيساعد على ازاله الجير بطريقه سهله جدا وبسيطه وما بتجرحش اللثه للمريض، والمريض بيبقى سعيد جدا لما بنعمله مرحله تنظيف الاسنان عن طريق الارتروسونيك سكيلر اللي بتكلم حضرتك عنها. دي اول مرحله من المراحل لازم ازاله يعني الجير. اول مرحله من المراحل ان انا ازيل الجير تماما. ازاله الجير تماما دي بيؤدي لي مشاكل كتيره جدا، من اكترها اولا الشكل طبعا جمالي مش لذيذ جدا، تلاقي ناس كتيره جايه لك تبص لسنانها تلاقي فيه صبغات بنيه او تكلسات على اللثه محيطه بيه شكلها اسمر او بني او اصفر ايا كان المرحله اللي هي موجوده فيها. وجودها اول حاجه منظر جمالي مش كويس. رقم اتنين بتعمل رائحه فم كريهه جدا جدا للمريض، تلاقي مريض كتيره جدا انت بتتكلم معاه هو او صديقه او زوجته او اصدقائه في الشغل او في العمل او في الطريق او في المواصلات تلاقي رائحه فمه كريهه، فبخلي بتعمل له مشاكل عائليه ومشاكل اجتماعيه مع الناس اللي بيحبهم. كل ده مشاكلها هي جير الاسنان او جير اللثه اللي بيحاط بالاسنان. فاول مرحله من مراحل تجميل الاسنان هي ازاله الجير، ازاله جير الاسنان، ودي اعتبر انا بعتبرها كدكتور اسنان دي اعتبر اهم مرحله، لان هي بتؤدي لمشاكل كتير جدا في الاسنان. من اكتر مشاكل الجير ان انا بيجي لي مريض مثلا تلاقيه في الشباب في العشرينات من عمره تمام،
فلما تلاقيه في العشرينات من عمره تلاقيه بيشتكي من مشكله ان سنانه بتتلخلخ، او في الثلاثينات مش سنانه بتتلخلخ. فاحنا بسببها ايه يا دكتور؟ ما احنا اول حاجه بنسالها الذهن بيتبادر انت سنانك بتتلخلخ، فبنقوم اول حاجه عاملين له تحليل سكر، نقول هل عنده سكر، مرض السكر مثلا اللي بيؤدي ل تاكل عظمي فالاسنان بتتلخلخ، ولا عنده ايه. فبعد ما بنعمل يعني من اسباب تلخلخ الاسنان بدري هو مرض السكر. مرض السكر ده من اكبر مشاكل الاسنان، الاسنان بتلخلخ، لان في مرض اللي انا بكلم حضرتك عنه اللي هو الجير اسنان، هو ده معتبر من ضمن المشاكل اللي بتخلي الاسنان تتلخلخ او بيساعد على الاخلاخ الاسنان. ليه بقى؟ لان الجير دوت بيعمل على تاكل الاربطه المحاطه بالسن. السن ده عباره عن بيتكون من تاج وجذر، الجذر ديت ممسوكه جوه غشاء عظمي جوه العظم. ممسوكه بالعظم ده بايه؟ ممسوكه عن طريق حاجه اسمها بيرودونتال ليجامنت او اغشيه واربطه ماسكه الجذر بالعظم. لما الجير يبدا يتراكم حوالين اللثه بيبدا يعمل التهابات داخل اللثه. طب احنا معانا صور على الشاشه يا دكتور. دي حاله جات لنا برضو في العياده. لو انت لو تلاحظ دي ده جير يا دكتور، اللي اللي انت حضرتك شايفه الاسمر او البني دوت جير حوالين اللثه. وطبعا لو انت شايف لو تطلع اللثه لونها احمر شديد الحمار. الحمار ده نتيجه التهابات يا دكتور، دي التهابات قويه عن اللثه. طب دي سببها ايه؟ ده سببها الجير المحاط باللثه ده. طب وانا بعالج الالتهابات دي قبل ازاله الجير ولا بعد ازاله الجير؟ بنبدا اول حاجه نعمل حاجه اسمها موتيفيشن المريض دوت، بنديله ماوس ووش تمام، بنديله مضمضه نستخدمها قبل ما نعمله تنظيف جير عشان خاطر طبعا الالم يبقى قليل، وبنديله مضادات حيويه ومضادات التهابات، وبعدين نبدا نستخدم له الجهاز اللي انا كلمتك عنه من شويه اللي هو الالتراسونيك سكيلر او عن الالتراسونيك، واللي بيطلع الجهاز ميه. طبعا انت لو شفت الحاله ده بعد ما خلصت الحاله دلوقتي، بعد ما شلنا الجير تماما وشلنا الصبغات اللي موجوده وعملنا له تلميع الاسنان، بقى منظر الحاله زي ما حضرتك شايفها على الشاشه قدامنا دلوقتي. تمام؟ الحاله ديت دي حاله صعبه بقى يا دكتور، ده عالجها ازاي؟ الحاله ديت كان دوت كان مريض كان كل مشكلته الصبغات اللي حضرتك شايفها دي. الصبغات ديت جت لها اسباب ان هي تتراكمت. اول حاجه المريض ده كان هيفي سموكر، ان هو مدخن بشراسه تمام. فالتدخين ادى ان في صبغات زي ما انت شايفها متراكمه على الاسنان. طبعا اول حاجه طبعا زي ما قلت لك المريض اول ما بيخش بيتكلم عن الجمال، فاول حاجه بنبدا له هي مرحله ازاله الجير اول مرحله في مرحله دي اول مرحله الأسنان. مرحله تجميل الاسنان. ثم بنخش على مرحله التلميع. ندخل بقى على المرحله الثانيه اللي هي مرحله التلميع. طب احنا بعد ما عملنا له تنظيف هنعمل له تلميع، ايه الادوات المستخدمه في تلميع الاسنان؟ المريض بيجي عندنا بنجيب له حاجه زي حاجه اسمها فرشه برش كده خاصه بينا مع معجون. طبعا لو شفت الصوره ده بعد ما المريض حصل له تلميع اسنان، تنظيف وتلميع. لو تتخيل المنظر بعد، يعني ده بعد ازاله الجيره، ده قبل التلميع وازاله الجير والتلميع، وده بعد ازاله الجير والتلميع، وده التلميع تمام. الموضوع طبعا ما بيستغرقش 15 دقيقه 15 دقيقة، ولكن طبعا المريض لازم يتبع تعليمات بعد الكلام ده، لان بعد 48 ساعة الجير ممكن يتكون تاني. بعد كام؟ بعد 48 ساعة. بعد 48 ساعة لو المريض ما اتبعش التعليمات اللي احنا بنبلغه بيها يتكون الجير تاني. طب وايه التعليمات اللي انا بتبعها يا دكتور؟ جميل، التعليمات اللي انا بقول له عليها، بقول له ان انت لازم تغسل سنانك بالفرشة والمعجون 3 مرات يوميا على الاقل. ثلاث مرات يوميا. اول ما بيصحى من النوم لازم يستخدم الفرشة والمعجون، واستخدم الفرشة والمعجون بالطريقة الصحيحة اللي احنا برضو بنعلمها له بعد ما بنعمل له تلميع الاسنان، بعد ما عملوا تنظيف وتلميع. بس في ناس بتواجهها مشاكل برضه يا دكتور، ان هو ما يقدرش ان هو يعني يغسل اسنانه 3 مرات في اليوم. جميل. يعني بيبقى فيه في التهاب، يعني في اللثه لما بيستخدم الفرشه بيتعوره او بيبقى فيه جرح بتنزف دم. بيجيب دم. فهو طبعا ما بيقدرش ان هو يستخدم المشكله دي. يعني اكتر الناس اللي احنا بنقابلها في العيادات ان هي بيشتكي مشكله ان عنده او يقول يا دكتور انا اول ما بستخدم الفرشه الاقي نزيف نازل من الدم من اللثه. طب حتى لو الدكاتره بتنصح بفرشه ناعمه، حتى ايفن لو فرشه يعني ناعمه برضه ايا كان السبب. لا بص، لكل شيء سبب. سبب الـ 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 الدم اللي عند اكتر الناس وعند اكتر المرضى هو الجير. الجير اللثوي لازم المريض يزيل الجير اللثوي بعد 3 ايام باذن الله. الالتهاب ده والدم ده بيقف تماما بعد استخدام الفرشه والمعجون بعد التنظيف لمده 3 ايام مباشره. الدم بيبدا يقف تدريجي مع مع يعني استخدام قصه الاستخدام. في حاجه عندنا حاجه اسمها ازاله السبب. ازاله السبب اللي هي عباره عن ايه؟ انا عندي ايه اللي خلى اللثه تجيب دم؟
لازم نسال نفسنا السؤال ده، والدكتور لازم يسال نفسه السؤال ده. احنا طبعا عن طريق النولج والمعلومات اللي احنا واخدينها واكسبيرينس عارفين ان سبب التهاب اللثوي او النزيف اللي بينزل عن طريق اللثه هو جير الاسنان. طيب هنرجع لموضوعنا، بس معانا اتصال. محمد شرقيه، الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اتفضل. استاذ اسلام اخبار معاك يا استاذ اسلام؟ تحت امرك اتفضل. الحمد لله تمام. حضرتك اتفضل. طبعا احنا سعداء بالدكتور احمد البكري، دكتور جميل وصراحه احنا بنستفاد منه كتير، وانا سعيد ان انا بتكلم مع حضراتكم في الحلقه ديت ومنورين الشاشه والله وموفقين ان شاء الله. نور حضرتك. اسال الدكتور سؤال بس بعد. اتفضل دكتور. مع حضرتك. حضرتك يا دكتور احمد، انا عندي طبقه جير على اسناني وانا مش عارف انا اعمل فيها ايه، يعني هل المعجون كفايه ولا اروح للدكتور هو يشيل لي الطبقه ديت او ينظف لي اسناني او كده؟ فانا عايز نصيحه من حضرتك تقولها لي ان انا مش عارف. والله يا استاذ محمد. تمام الدكتور هيجاوب حضرتك. حاضر. والله يا استاذ محمد السؤال ده مهم جدا. هو طبق الجير طبعا عاليه جدا، هل استخدام الفرشه ده هيساعد ان لا هو استخدام الفرشه ولا لازم يروح للدكتور؟ استخدام الفرشه ليس كافي. طبقات الجير التكلسيه ديت ممسوكه بالاسنان عن طريق شدادات ماسكه بالاسنان، حاجات لاصقه. الجير ده عباره بيتكون نتيجه ايه؟ ما ده سؤال مهم برضه. الجير ده اتكون نتيجه ايه؟ يعني ايه اللي خلى الجير يبقى على الاسنان؟ ايه اللي خلى الجير يمسك بالقوه دي في الاسنان؟ الجير الاسباب. الجير كون نتيجه عباره، انت احنا كل يوم بناكل وبننسى نغسل سناننا كل يوم، بننام من غير ما نغسل سناننا. وبالتالي يبدا في ترسبات من بواقي الاكل على الاسنان. تمام. طب لما ترسبات بقى الاكل ده يبدا يحصل ايه؟ يجي البكتيريا، في حاجه اسمها عندنا في جوه الفم حاجه اسمها بكتيريا الفلور. بكتيريا الفلور، البكتيريا الفلورا ديت تبدا تتراكم حوالين الاكل الموجود دوت، وتطلع كربوهيدرات، تطلع حاجات تخليها تمسك على الاسنان، فبتبقى قويه جدا. يجي المريض بتاعنا يستخدم فرشه ولا معجون عشان يشيلها، ما يقدرش. يعني الفرشه كافيه يا دكتور ولا مش غير كافية؟ مش كافيه. يعني انصح الاستاذ محمد ان هو يروح للدكتور، لازم يتوجه لدكتور الاسنان ويستخدم الجهاز اللي انا قلت لحضرتك عليه. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن ازاله الجير وبعدين دخلنا في التلميع. تمام. بعد المرحلتين دول ايه المرحله بقى الثالثه اللي بنتبعها بعد كده؟ ممتاز. لو المريض جالي انا عملت له ازاله الجير وعملت له تلميع اسنان وستيل الصبغات لسه موجوده، مريض بدخل بقى في مرحله التبييض يا دكتور؟ بدخل بقى في مرحله التبييض. تمام. ببدا ادخل مرحله التبييض. المريض بيجي يقول لي انا عاوز اعمل تبييض اسنان، فبقول له والله انت عندك خيارين. الخيار الاول اللي هو ان انا عندي تبييض حاجه اسمها التبييض المنزلي. ايه التبييض المنزلي؟ ممتاز. باخد له مقاس للفم فوق فك فوق تحت. تمام. وابدا اعمل له في المعمل جهاز، بجيب له ادوات اسمه التبييض المنزلي، عباره عن ادوات كيميائيه بيحطها في قلب الجهاز اللي هو اسمه اللي هو اسمه بليتشنج تري. تمام. لما بيحطها في قلب الجهاز بيلبسها هو لمده 4 ايام للفك العلوي كل يوم لمده ساعه، و4 ايام للفك السفلي. اول الاثنين مع بعض زي ما هو عاوز، بس انا دايما من الناس اللي بيحبوا استخدم الفك العلوي اول من الفك السفلي، عشان المريض بتاعي يبدا يشوف المراحل التبييض اللي حصلت له في الفك العلوي مختلف عن الفك السفلي. ده لو هو يعمل في التبييض المنزلي. طب في جهاز النهارده موجود في العيادات الاسنان اسمه المرحله الثانيه، ده المرحله الثانيه اللي هو جهاز الليزر. منزلي وفي الليزر. الليزر اللي هو جوه الاوفيس، جوه الدنتال تشير على كرسي طبيب الاسنان. ببدا اجيب له جهاز اسمه جهاز الليزر واحط له المواد ديت على الاسنان، وابدا اصلك جهاز الليزر لمده 15 دقيقه. ده اول سيشن. بعد 15 دقيقه ببدا اشوف نتيجه تبييض على المريض، والمريض نفسه بيبدا يشوف اسنانه. طيب. في مرايه مرحله التبييض يا دكتور. تمام. او درجه التبييض انت اللي بتحددها من حسب لون الصبغه اللي على يعني، ولا المريض هو اللي بيحددها؟ والله احنا بنعمل فيها شيرنج. يعني ازاي؟ انا بقول للمريض والله انت تحب درجه لون سنانك. طب احنا معانا صوره اهي. تمام. الحاله دي جت لنا العياده زي ما انت شايف المنظر ده، شايف الصفار اللي في الاسنان فوق والصبغات اللي موجوده على الاسنان. ده انت زلت الجير وعملت تلميع. عملنا ازاله الجير وعملنا تلميع وستيل اللون لسه ما اتغيرش. اللون لسه ما اتغيرش. تمام. فبدانا نعرضه للتبييض عن طريق الليزر زي ما كنا بنتكلم حضرتك. انا قصدي بقى دكتور درجه اللون دي حضرتك انت اللي بتحددها ولا المريض؟ احنا الاثنين بنعمل مشاركه ما بين. انا بقول للمريض بعد اول سيشن اللون ده خلاص انت كده ستيل ايه، خلاص ساتسفايد، يعني خلاص انت كده مقتنع باللون اللي انت وصلت له، ولا انت عاوز تبيض اكتر؟ والله في بعض المرضى قال انا كويس جدا انا مش عاوز ازود. لان ليه بقى؟ ليه ساعات اصل في الوان ما بتتناسبش دايما مع بعض الاشخاص. هو ده بقى يعني الفكره، ان انت بسبب لون البشره او سمار. النهارده في برنامج عند دكاتره الاسنان بنشتغل بيه حاجه اسمها الديجيتال سمايل ديزاين. الديجيتال سمايل ديزاين ده برنامج على الكمبيوتر، احنا بنبدا قبل ما نشتغل اي شغل الاسنان عموما بدخل الداتا بتاعه المريض بتاعي على الكمبيوتر. تمام. وببدا احللها واديله الدرجات والحاجات المقاسات والالوان اللي هو تناسبه.
وبالتالي بيبقى في ما بيننا مناقشات عن طريق لون عينيه، لون البشره، عن طريق لون اللثه، عن طريق لون الشفايف. دي برضه صوره ثانيه يا دكتور. دي صوره طبعا احنا عملناها كانت لو دي قبل وبعد. دي قبل وبعد. الصوره دي الحلقه اللي بيفور لو تلاحظ ان كان. بس انا شايف ان قبل يا دكتور يعني هو قبل مناسب. قبل هو بقى بيختار درجه لون ثانيه يعني اعلى. افتح. لان البيشنت بتاعنا دوت كان عنده زمان لو تلاحظ كان عنده في شويه ازدحام في الاسنان السفليه لو تلاحظ في قبل. عملنا له تنظيف وتلميع وبعد كده عملنا له تقويم. بعد ما خلصنا له خالص عملنا له بقى بالمنظر اللي انت شايفه دوت، عملنا له بجهاز الليزر برضو. هو البيشنت ستيل مرضي ساتسفايد باللون اللي هو وصل له ده. تمام. هو الطبيب عباره عن ايه؟ البيشنت عاوز نفسه يوصل لمرحله من الجمال اللي تخلي كل اللي حواليه سعداء بيه. تمام. فبيوصل للمنظر اللي انت حضرتك شايفه ده عن طريق جهاز الليزر اللي كنت بتكلم حضرتك عنه من شويه. طيب ندخل بقى في التركيبات يا دكتور. تمام. تركيبات، امتى بقى المريض يبقى محتاج ان انا اعمل تركيبات يعني وفي دلوقتي بنسمع عن زراعه الاسنان. تمام. ايه الفرق بين التركيبات وايه الفرق بين زراعه الاسنان؟ وهل كل المرضى بيحتاجوا زراعه اسنان ولا مرضى معينين؟ جميل. اتفضل. التركيبات النهارده انا بعتبرها جزء مهم جدا مش في الجمال بس. التركيبات مهمه جدا جدا كمان عشان بتحافظ لي على تطابق الاسنان. يعني ايه تطابق الاسنان؟ لو انا عندي مثلا يعني ليها انواع دكتور؟ ليها انواع طبعا، انواع كتير، انواع طبعًا. النهارده في فرايتي كبيره جدا جدا في انواع تركيبات الاسنان. طب احنا عايزين تعريف سريع كده دكتور عن التركيبات عشان ندخل في الانواع ونتكلم فيها. جميل. التركيبات عباره عن انا عندي سنه او ضرس مخلوعين. المريض يجي عاوز يركب. تمام. انا ببدا اقول له والله انت عشان تركب لازم تعمل حاجه اسمها كوبري. ايه الكوبري ده؟ ان انا عشان انا اعدي اي مكان من مكان لازم يكون عندي اساسيين، اساس واساس، وعشان تمام. مكان فاضي في النص. الاساس الاولاني هي السنه. طيب. واحنا بنتكلم بالنسبه الكوبري يا دكتور، ده الكوبري حضرتك الصوره اللي حضرتك شايفها دلوقتي ده عندك. المريض خالع ضرس في النص. وعندي سنه قبل وسنه بعد. تمام. تمام كده. ببدا اعمل حاجه اسمها تحضير او بربريشن الاسنان اللي على طرفي السنه المخلوعه. الكوبري. تمام. تمام كده. ببدا ابرد هنا يمين وابرد شمال. تمام. وابدا اخد مقاس واوديه المعمل او عن طريق اجهزه النهارده موجوده في العياده اسمها اجهزه السيريك او اجهزه الكات كام. ببدا خلال نص ساعه المريض بيستلم الكوبري بتاعه. الكوبري. تمام. طيب في مشكله بتقابلني. ايه مشكله التركيب اللي بتقابلني؟ طب وده يا دكتور دي برضه نفس الكلام ده كوبري بس المريض فائد نص اتنين. اتنين. لو تلاحظ ان المريض فائد درسين في النص. فاخدنا درس امامي ودرس خلفي عشان نثبت عليهم. تمام كده. طيب في مشكله بتقابلني. ده مريض لو تلاحظ ده مريض معمول له تركيب نعمل له ازاله يعني في فوق حتى تلاقي فيه فرق كده في السنه وتحت ما فيش. برافو عليك. المريض دوت عباره عن عندها تسوسات كتيره جدا المريضه دي. تمام. اضطرينا في بعض الاسنان واصله لعلاج جذور او حشو عصب. يعني تحت دي تركيبات يا دكتور؟ دي تركيبه. ده تركيب شكل التركيب. دي تركيبه من انواع التركيبات اسمها السيراميك. تمام. احنا عايزين نتكلم عن انواع التركيبات بقى دكتور. تمام. يعني عايزك ايه هي انواعه؟ انواع التركيبات وبستخدمها في حاله ايه؟ وهل كل الناس بتستخدم نفس الانواع ولا بتختلف من مريض لمريض؟ بتختلف طبعا من مريض لمريض طبعا. اختلاف رهيب من شخص لشخص بس مش عشان خاطر. ولها فرق في السن برضه يا دكتور؟ طبعا. لها سن معين؟ طبعا. والله طبعا انا دايما بفضل في السن الصغير ان احنا نستخدم التركيبات السيراميك. التركيبات عندنا ده عند الاطفال؟ لا في السن الصغير اللي هو سن الشباب. الشباب سن الاطفال ده لهم تركيبات خاصه بيهم. تركيبات خاصه هنتكلم عنها في اخر الحلقه لو انت حابب نتكلم عنها. تمام. لكن انا دلوقتي بتكلم على التركيبات اللي هي العاديه. انا دلوقتي مريض جاي لي عنده خالع سنه مثلا اماميه او ضرس وهو شباب، انا اقول له والله انا بنصحه اقول له بلاش تعمل. انا عندي نوعين، في سيراميك كلها سيراميك على بعضها. سيراميك من جوه من السطح الداخلي والسطح الخارجي. وعندي تركيبه ثانيه عباره عن بورسلين وموجوده فيها معدن. انا بفضل السيراميك. ليه؟ دلوقتي لقينا السيراميك. طب والتكلفه واحده يا دكتور ولا التكلفه اعلى؟ التكلفه بتختلف. ايه تكلفته اعلى؟ لا السيراميك طبعا بيختلف. السيراميك عالي جدا، بيتعمل بجهاز الكات كام اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو جهاز ثلاثي الابعاد عن طريق التصوير. بنصور فم المريض او نصور المقاس بتاعه في المعمل، والمقاس ده لما بيتصور بنعمل حاجه اسمها ميلينج او بيتخرط القالب على اسنانه اللي هي بتاعه السيراميك اللي انا بكلمك عنها. لكن طيب البورسلين انت ليه بقى بترجح السيراميك؟ ليه؟ إيه؟ قوه. ايه مميزاته؟ قوه متانه شكل جمالي. شكل جميل. انت تخيل انت عندك حاجه باطنها معدن وحاجه باطنها كلها. هل ليه مده عمريه ان هي تعيش معايا؟ طبعا. طيب احنا معانا صوره برضه يا دكتور. الحاله دي مختلفه شويه. تمام. لو تلاحظ الحاله دي ما كانش عنده ضرس نهائي، كان عنده جذر. طبعا احنا بنينا الصوره الحمراء اللي انت شايفها ديت، بنينا الجذر ده عن طريق حاجه اسمها ماده اسمها ديورالي، ماده اكريل بنبني بيها اساسا القلب. احدى المشاكل اللي بتواجهها. ده مشكله كبيره جدا بتقابلها. مشكله كبيره عن طريق ايه؟ عن طريق ان انت البيشنت المريض جاي لك بجذر.
فاقد الامل خلاص. كل اغلب الدكاتره مفيش اسنان يا دكتور، مع جذر، عنده جذر مفيش خالص جذر، بس في مشكله لازم طبعا. ده مع تقدم السن يا دكتور. لا ده 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 البيشنت ده الطفل اللي انت شايفه ده طفل عنده 12 سنه 12 سنه 12 سنه يعني الحاله. طب دي ايه السبب بقى اللي هو الحاله دي؟ الجميل المريض دوت هو بيلعب في المدرسه، اصحابه ضربوه تمام، فنص اسنانه شبه طارت، فاضطرينا نعمل له علاج جسور. طيب هو مش في سن صغير يا دكتور في اسنان تاني بتنبت تاني مكان اللي وقعت؟ الاسنان الاماميه ولا ليها سن معين؟ الاسنان بس الاماميه اللي قدام ديت ما بتبدلش بتبدل عن 7 سنين، يعني بعد 7 سنين المريض بيبدا يظهر له السنه الدائمه. بتبدا خلاص، هي خلاص ملازمه، يبقى اسمها سنه دائمه ملازمه مدى الحياه. فلما يتكسر فيها، لو انا خلعتها له يبقى كده فقد شكل جمالي رقم واحد. رقم اتنين دخلناها في 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 مرحله التركيب او مرحله الزراعه، ولكن احنا في 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 الصوره اللي حضرتك شايفها دي لا، استعوضناه، عملنا له علاج جذور او حشو عصب، وبنينا له حاجه اسمها دعامه داخل السنه، وبعدين عملنا له دي زراعه دكتور ولا من التركيب؟ لا دي حاجه اسمها دعامه داخل الجذر. دعامه ملهاش علاقه بالزراعه؟ لا الزراعه دي حاجه تانية خالص. حاجه تانية. الزراعه دي عباره عن ايه؟ الفرق بقى بينها وبين اللي حضرتك عملته دلوقتي يعني جميل. انا شايف ان مفيش فرق، دي زراعه تمام. لا فرق كبير، اقول لحضرتك الفرق الزراعه ان مفيش جذر خالص، ان المريض فقد سنته او درسه بالفعل تمام كده. المريض لما فقد سنته او درسه فبالتالي اضطريت انا ازرع له درس او 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 ازرع له سن. طيب اقول لك مرحله الزراعه بكل بساطه وقتها بيستغرق قد ايه عشان أيوة عشان نطلع برضو في موضوع عايزين النهارده نطلع باكبر كميه، تبقى حلقه دسمه النهارده. انا تحت امرك اتفضل. انت دلوقتي الزراعه عباره عن مرحله بسيطه جدا واسلوبها بسيط جدا جدا، ومع التقدم الكبير في علم طب الاسنان اصبحت الزراعه النهارده بتاخد وقت. دي الزراعه، دي الزراعه، اصبحت الزراعه النهارده بتاخد وقت 10 دقائق 10 دقائق بالظبط 10 دقائق. ايه اللي بيحصل؟ بندي المريض بنج عادي خالص، كانه بنج عادي، كانه بيخلع درسه تمام كده. في حالة بستخدم فيها بنج كلي يا دكتور؟ لا بنج الكلام عادي. ده بنج كلي لما يكون انا عاوز اعمل له اسنانه فات ما عندوش اسنان خالص لا فوق ولا تحت، وعاوز اخلصه في نفس الجلسه في خلال ساعه وثلث او ساعه ونص، بديله بنج كلي. لكن المريض اللي هو جاي عاوز يزرع سنه او درس اديله بنج كلي ملهاش اي لازمه. ده بنج موضوعي خالص من اللي هو بتاع الاسنان كانه بيخلع درسه. طيب خطوات الزراعه دكتور كده؟ خطوات الزراعه عشان خاطر وقت البرنامج ووقتك، عباره عن ان انا بدي اول حاجه بطلب من المريض حاجه اسمها اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد. الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد دي بتحدد لي طول وعرض والديامتر واللينس والويتس بتاع العظم تمام. وببدا انا اقول له والله انا هحط زرعه في 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 المكان دوت طولها كذا وعرضها كذا. ببدا اجيب الزرعه اللي انا عاوزها وببدا اشتغل بالدريلات بتاعتي زي ما انا حددت الطول. خلال بالظبط زي ما بقول لك 10 دقايق بتكون الزرعه جوه فم المريض، وكل مريض مخلص الزرعه بتاعته. طب انا امتى اركب السوبرا ستراكشر او اركب التاج بتاع الزرع ده؟ انت عاوز تسال ده؟ لا لا انا تحت اتفضل. انا معاك في الزراعه برضو يعني بشوف الطرق خطواتها بوضحها للمشاهد. احنا خلاص عملنا دريلنج او بدانا نفحر جوه العظم مسافه معينه وعرض معين متر معين، ببدا احط الزرعه بتاعتي باسلوب معين تمام. بعد ما حطيت الزرعه بتاعتي بخلاص بقول للمريض ان حضرتك تبدا تتفضل كده، او بعمل له انا دايما تركيبه متحركه يمشي بيها. طب التركيبه المتحركه اللي انا بعملها له فوق الزرعه ديت وظيفتها بتاخد قد ايه وقت التركيبه المتحركه يا دكتور؟ التركيبه المتحركه انا ببقى مجهزها له قبل ما اشتغل. تبقى مجهزها له عما تجهز زراعه السنه الثانيه؟ اجهز قصدك التركيبه الدائمه والدرس الدائم. الدرس الدائم على حسب سن المريض وعلى حسب تلاقم العظم، عمليه بتحصل اسمها الاوستيو انتجريشن تمام. على حسب مده العمليه ديت انا ببدا، بس في الغالب احنا بنبقى محدد لها تايم بقى افتر 3 شهور يعني. يعني في بالنسبه للتركيبات او زراعه الاسنان انت طبعا بتشخص وبتقدر من ناحيه من اتجاه المريض او سنه بتقدر ان انت يعني تدخل مرحله علاجه بالنسبه للزراعه. برافو عليك. طيب العدسات اللاصقه بقى دكتور تمام، ودي بقى دلوقتي شائعه جدا وبقينا بنشوفها طبعا كتير. العدسات اللاصقه او المسماه بالفينير دي هو في معانا الفينير ومعانا الليمونير. ممتاز. ايه الفرق بينهم؟ انت مذاكر كويس. مجهز لك انا يا دكتور جاهز. الفينير والليمونير ده انت دخلت في حته كويسه جدا. الليمونير والفينير. الليمونير دوت عباره عن انا بحضر للمريض المكان اللي انا هحط عليه العدسه دي، عدسه لاصقه زي العدسات اللي بنلبسها بتوع الرمد بالظبط. زي مثلا نلبس لون اخضر لون ازرق، ولكن دي العدسات منها نوعين. احنا معانا هنا بقى دكتور معاك صوره. جميل. الصوره اللي حضرتك شايفها دي عباره عن اللامينت فينير. اللامينت فينير اللي هي العدسات اللاصقه، بس دي عدسات دائمه. طبعا في فرق فوق. ايوه ده برافو عليك. انا باخد المقاس؟ لا مش باخد مقاس ولا اي حاجه. امال انا المريض دلوقتي عندي فلجه ما بين الاسنان تمام. المريض متضايق جدا وشكله مش عاجبه وعاوز يغير الفلجه ديت تمام. ببدا انا اخده طبعا زي ما انت قلت مقاس اولي، بدرس عليه الحاله وبعمل عليه الديجيتال سمايل ديزاين اللي انا كلمتك عنه من شويه اللي هو البرنامج على الكمبيوتر، وبوريه حالته بعد.
ببدا انا احضر له، ببدا احضر من على الاسنان، اشيل شويه من طبقه المينا اللي بره السنه اللي هي سمكها من 0.5 5 من 10 ملم. تمام كده؟ تمام. وببدا اخد له بمقاس زي ما قلت لك عن طريق الكاميرا جوه عياده الاسنان، او عن طريق باخد له مقاس واوديه المعمل، والمعمل ده بياخد بالكاميرا صوره المقاس بتاعه ده. وببدا اجيب له الفينير اللي حضرتك شايفه في الصوره اللي تحت. تمام كده؟ بنعالجه طبعا بالعدسات اللاصقه. بالعدسات اللاصقه. ده طبعا بدل ما اكلف المريض ان انا اعمل له تركيبات كامله واعمل له برد كامل. ليها فتره عمريه ده دكتور ولا بتعيش معاه؟ لازم تحافظ عليه. لازم احافظ عليه. لازم نحافظ عليه. من شروطها ان انا احافظ عليه. من شروطها صح، لازم تدي التعليمات المريض يتبعها. طيب بالنسبه للصوره ده مريض محتاج تقويم. محتاج تقويم، ولكن احنا قبل ما نعمل ما ينفعش استخدم له هنا العدسات اللاصقه؟ ولا انا بستخدمها؟ هنستخدمها بس مش دلوقتي. مش دلوقتي، عالجه الاول. هنعالجه بس حاجه اسمها عدسات لاصقه، عدسات لاصقه بماده اسمها ماده الكومبوزيت او حشوه تجميليه. وده دكتور. زي ما انت شفت دي بالظبط. ده بعد ما احنا خلصناه، ايه اللي حصل؟ احنا شلنا الصبغات والصفار والتوسوسات اللي كانت موجوده على الاسنان من قبل كده، وبدانا حطينا له حشو داخل العياده. المريض طلع وهو عند من هو في العياده سنانه كامله زي ما انت شايف كده، والاسنان مكتمله بالحشوات التجميليه اللي انا قلت لك عليها. طيب انت عارف يا دكتور وقت حلقتنا طبعا محدود. طيب. انا عايز في نهايه الحلقه نصايح عامه، سواء للطفل او للام او للاب او للشاب، ازاي احافظ على اسناني، او طيب. ازاي احافظ على شكلها الجمالي بطرق بسيطه جدا في المنزل. طيب. يعني حضرتك انت بتقول ان انا استخدم المعجون 3 مرات في اليوم. تمام. طيب. طبعا ده مينيموم، يعني انا المفروض استخدم معجون 3 مرات في اليوم. انا طبعا انا انصح اي حد طبعا يهتم باسنانه كويس جدا. اي مشكله تحصل لي حاله حتى لو كانت بسيطه في الاسنان، بتوجه لدكتور الاسنان او اي العيادات بتاعتنا. احنا بنخاف يا دكتور من دكاتره الاسنان طبعا، يعني خلاص الخوف ده راح. مساله الخوف ده راح دلوقتي، بقى كل حاجه بقت باسلوب بسيط جدا وبتتعالج باسلوب بسيط. ما عادش فيه، يعني زمان كان الخوف من دكاتره الاسنان والمكمشات ومن البنج، دلوقتي مع الاجهزه والتطورات الرهيبه اللي كانت في طب الاسنان، طبعا في التكنولوجيا النهارده التطور جدا، ما عادش فيه قلق. ما عادش فيه قلق ولا خوف، بقى كل حاجه بتحصل باسلوب بسيط وسهل. فطبعا الحفاظ على الاسنان عن طريق المعجون وعن طريق المضمضات الاسنان وعن طريق استمرار يومي. وعن طريق زياره ملهاش تاثيرات يا دكتور؟ لا ملهاش اي تاثير. المعجون الاسنان ملوش اي تاثير على المريض، بالعكس بيعمل ريحه جميله للفم، بيخلي منظر الاسنان جميل، بيساعد على ازاله البلاك او الصبغات البدائيه اللي بتبدا هي اللي هتكون عليها الجير. وبالتالي تنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون مهم جدا جدا جدا، ولازم اي مريض يتعلم. حتى ده بيسهل على الدكاتره برضو، ان انا لما اروح لدكتور طبعاً بيسهل عليه جدا. طبعا في انت لما انت محافظ على اسنانك او التسوس البسيط بتبدا تعالجه، بيحفظك ان انت تخش في تسوس اكبر او حشو عصب او غيره. تمام. دكتور احمد انا يعني بشكرك جدا على المعلومات الجميله دي، اكيد هيكون لنا لقاءات اخرى ان شاء الله باذن الله نتكلم فيها بشكل اوسع. دكتور احمد البكر خضر، عضو هيئه التدريس بكليه طب الاسنان جامعه الازهر، بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين كده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوفكم في حلقة جديدة وطريقة جديدة من طرق الجمال. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.